الخميس الموافق 2 يونيو شارك مختلف الطلاب من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في محاولة تسجيل هذا الرقم القياسي. يسعدني أن أعلن بالنيابة عن جنس الأرقام القياسية أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة استطاعت تسجيل الرقم القياسي الجديد. مبروك لكم. والأستاذ طلال من جنس للأرقام القياسية بتقديم الشهادة التي حققت الجامعة من خلالها الرقم القياسي العالمي في تنوع الجنسيات داخل الحرم الجامعي.